بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي في مواجهة نارية في دور الثمانية لدور أبطال إفريقيا. قرعة دور الثمانية لدور أبطال إفريقيا، الأهلي مع سانداونز جنوب إفريقيا، مولودية الجزائر مع الوداد المغربي، شباب بولزداد الجزائري مع الترجي التونسي، كايزر تشيفز جنوب إفريقيا مع سيمبا التنزاني. أي أن الأهلي في طريق الترجي في الدور قبل النهائي. الأهلي سيلعب مباراة العودة خارج ملعبه في دور الثمانية، وإذا صعد لقبل النهائي سيلعب مباراة العودة في مصر، وإذا صعد للنهائي سيكون لقاء العودة في مصر. نتمنى التوفيق والسداد للنادي الأهلي المصري في دور أبطال إفريقيا. ولا تنسونا بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.